بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كيف يمكن أن تبدل سيئاتك إلى حسنات؟ إجراء بسيط جدا، أن تستغفر الله وتتوب إليه كل يوم فقط. هناك حديث عجيب جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا سأروي لكم الحديث، شرح الحديث يعني، لكي نستوعب عظمة الإسلام. هم يهاجمون الإسلام، يقولون إن الله يظلم البشر وخلق جهنم ليعذب البشر. يا أخي، بمقاييس الدنيا، أنت إذا أذنبت بحق شخص وهذا الشخص أراد أن يكرمك كثيرا، أقصى شيء يفعله أن يعفو عنك. أنت سرقت مال إنسان مثلا، أقصى شيء يمكن أن يفعله هذا الإنسان أن يسامحك ويعفو عنك. طيب الله عز وجل كيف يتعامل مع من يرجع إليه ويتوب إليه؟ كيف يتعامل؟ يغفر له هذا الذنب ويعطيه بدلا منه حسنات. شيء عجيب. يعني إنسان زنى، الزنا قال الله عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طب هذا الزنا له عقوبة كبيرة يوم القيامة. طب بمجرد، مع أنك زنيت ومارست هذا الزنا، بمجرد أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ولكن بصدق وإخلاص ليس تمثيل، بصدق، يغفر لك الله هذا الذنب؟ لا، يغفره ويعطيك بدلا منه حسنات. طيب ما هو الدليل من القرآن؟ انظروا أيها الأحبة، وهذه الآية ترد على كل ملحد يقول إن الله خلق البشر ليعذبهم، إذن الله غير موجود، لأن صفات العدل يجب أن تكون صفة أساسية للخالق. وجود جهنم كما يقولون هي دليل على أن الله غير موجود، لأن الله لو كان موجود لخلق عبادا يحبهم ويكرمهم إلى آخره. نقول هذا الإله ليس فقط يحب ويكرم، بل يبدل السيئات حسنات. هو يريد منك شيء واحد فقط، أن تعترف به. طيب هل هذه قضية صعبة أيها الملحدون؟ بالله عليكم، يعني أنا أتساءل، هل من الصعب عليك أن تعترف أن لك صانع؟ يعني أنا هذا الجهاز، الهاتف المحمول، له شركة صانعة، يعني هل أنا من الصعب علي أن أعترف أن هذا الجهاز مثلا سامسونج أو آيفون أو كذا أو كذا، أن هناك شركة صنعته؟ يعني هل هذه مشكلة بالنسبة لك؟ مشكلة أنك تعترف أن هناك إلها صنعك، إلها أعطاك القدرة على الكلام والقدرة على النطق، القدرة على السمع والبصر وغير ذلك، والتفكير والإبداع. هل هي قضية صعبة أن تعترف أن الله موجود؟ هو يريد منك فقط أن تقول لا إله إلا الله، تعترف أن الله موجود. وإذا فعلت شيئا يغضبه، شربت الخمر أو الزنا أو غير ذلك، هو يريد منك شيء واحد فقط، أن تقول يا رب اغفر لي، ويغفر لك ولا يبالي. طب هل هذا الأمر صعب؟ أنا فعلا أحتار. يعني هل هذه قضية صعبة بالنسبة للملحدين أن يقول يا رب اغفر لي؟ هناك رجل أيها الأحبة كان في من قبلنا، هذا الرجل كان يصيب ذنبا أو يأتي ذنبا معينا، فيقول يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب أو الذنب إلا أنت. هو يلجأ إلى الله، يقول يا رب اغفر لي، لا يوجد غيرك يغفر الذنب.
الله هنا سبحانه وتعالى هو المطلع طبعا على العباد، يقول لملائكته ماذا يريد فلان. والحوار هنا أيها الأحبة هدفه التعليمي، أن يعلمنا، وليس أن الله يجهل، حاشا لله، هو الذي خلق هذا العبد وخلق الكون. ماذا يريد هذا العبد؟ يقولون يا رب أصاب ذنبا ويريد أن تغفر له، يطلب المغفرة، فيقول أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني هذا العبد علم أن هناك إلها يغفر الذنب؟ قالوا نعم يا رب. فيقول اشهدوا أنني قد غفرت له أو غفرت له. الملائكة تستغرب حقيقة من ذلك. يمكث هذا العبد ما شاء الله، ربما يوم يومين سنة سنوات الله أعلم، ثم يصيب ذنبا فيقول أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول الله تعالى للملائكة ماذا يريد فلان؟ يقولون يا رب أصاب ذنبا ويطلب المغفرة. فيقول علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم يمكث ما شاء المرة الثالثة. لماذا أيها الأحبة؟ ليقول لك النبي لا تيأس، مهما أذنبت لا تيأس، تب إلى الله والله سيغفر لك. وإلا لماذا قال الله تعالى وإني لغفار؟ غفار صيغة مبالغة، يعني غافر أو غفر قد يغفر مرة واحدة، تقول غفر ذنبه ربما مرة، غافر يعني باستمرار، أما غفار كثير المغفرة وباستمرار. غفار صيغة مبالغة. المرة الثالثة أيضا يصيب ذنبا هذا العبد، فيقول أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول الله تعالى من جديد مرة ثالثة للملائكة أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء على إطلاقها. لماذا؟ لأن القضية أيها الحبة ليست قضية ذنب أو عدم ذنب، أنني أذنبت أو لم أذنب، القضية هنا القلب، ماذا يوجد في هذا القلب، هذه هي القضية. مدام قلبك نقيا متوجها إلى الله، تستغفر الله باستمرار، ثق تماما أن الله سيغفر لك حتى لو بقيت تذنب 100 سنة. فقط توجه إلى الله. والله عز وجل في الحديث القدسي يغفر للعبد، يقول غفرتها لك ولا أبالي مهما لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني مغفرة لا يتخيلها عقل. وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن أيها الأحبة هذا الإله ماذا يقول في سورة أخرى؟ يحدثنا عن الذين لا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يشهدون الزور ولا هؤلاء الأخيار، أواخر سورة الفرقان اقرأوها. ولكن من يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. من يأتي هذه الذنوب عقوبته أن يخلد في النار مهانا ذليلا. إلا هنا إلا البشرى فيها لنا، إلا من تاب. تاب من ماذا؟ كان يزني ويقتل، حتى القتل أيها الأحبة، يقتل ويزني ويرتكب الفواحش ويشهد الزور، يفعل كل أنواع الموبقات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. 3 شروط التوبة تكون كيف؟ في القلب واللسان، بالقلب واللسان. وآمن
الإيمان بالقلب واللسان، وعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو يصدق قول القلب واللسان. طيب ما هو مصيره؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ماذا؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا الإنسان الذي ارتكب الفواحش وسرق وزنى وقتل وآذى الناس إلى آخره، عندما تاب وآمن وبدأ يعمل أعمال صالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل، ليس يمحو فقط، لا يمحو يعني غفرها، ولكن يبدل يعني أنت لديك مليون سيئة بدلها الله بمليون حسنة. طيب ما هذا الكرم أيها الأحبة؟ والله هذا إله يستحق أن نحبه، أن نعمل لأجله، أن يكون طموحنا كيف نرضي الله. السعادة الحقيقية أخي الحبيب أن تكون حياتك كلها كيف ترضي الله عز وجل. عنوان حياتك، يعني عنوان حياتك كيف ترضي الله، كيف أرضي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا يوم لقائه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.